بالتعليق على احداث 90 دقيقة من ديربي كازابلانكا. نعم اقول واتحدث عن ديربي جميل جميل جدا. جيت بمعطيات، جيت بافكار وفكرة انه لماذا هذا الديربي يصنف على انه الافضل عربيا ومن افضل 10 على المستوى العالمي. الفيفا اليوم في البريفيو عملت التوطئة للماتش على انه افضل 10 ديربيات في العالم لهذه الاسباب. هنا الفرجة في المدرجات، هنا تيفو المغاربة، هنا عشق للرجاء وحب ومنادات للوداد. نعم الاحمر والابيض ان كنت من عشاقه فانت حتما من مدينة القديمة ومن عشاق الوداد ديما الحمراء، وان كنت عاشق للالوان الخضراء فانك من فريق الصقور والنسور، فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء في 8 بطولات و6 كؤوس للعرش وفي بطولات افريقية وخارجية. وهنا احد اساطير الوداديين بادو الزاكي لعدم تكرار سيناريو 96. يا كبير يا بادو الزاكي، خرجه ديربي كأس العرش في 96 يوم فاز الرجاء بخماسية. نفس الضغوط هذا اليوم، نفس الضغط هذا المساء، ولكن الوداديين جاهزين محضرين متيقنين متفائلين انه هذه 90 دقيقة هي 90 دقيقة ستلعب باسم الوداد، ستلعب من اجل وداد الامة. ما احلى هذا العنوان. كنت اقول على الاندية التونسية لما تمثلنا خارجيا نادي وطن، لكن ما احلى هذا الوداد ايها الوداديين، ما احلى هذا العنوان. كنت اقول على الاندية التونسية لما تمثلنا خارجيا نادي وطن، لكن ما احلى هذا التعبير ايها الوداديين، وداد الامة. نعم الامة المغربية وايضا الجماهير العربية التي ترصد كل كبيرة وصغيرة، التي تستمتع بديربي كازا. الحكم سعيد طاهري، باش نبدا في جملة من النقاط الإيجابية. جملة من النقاط الإيجابية كمحايد جاي للمغرب الشقيق، ماذا أشاهد وماذا سأرصد؟ أرصد هذه المشاهد الجماهيرية الجميلة. ديربي فرجة على المدارج، وإن شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى ليكون نفس الشأن والمصير على مستوى الأقدام. المواعيد أمنية الكرة المغربية والسود الأطلسي أن يمثلون في الاتحاد مع باقي الأسماء العربية في مونديال 2010، وخاصة أن يرجع الوداد والفار والرجاء كما كانوا في يوم الأيام أبطال لإفريقيا وزعماء الكرة العربية. لأنه تحب ولا تكره السنوات الأخيرة فما نوع من التراجع في مستوى الكرة المغربية، نقول أمانة غيرة وحبا على الشقيق والجار. ليس لأنني هنا في استضافة الأشقاء سندخل في بروتوكول المجاملات واعطيني ونعطيك، لا هذا واقع. وحاول الآن الأرجنتين كرة عرضية ولكن كرة بيرنو إلى خارج الملعب إلى هيرنانيز برازيلية للزامبا خلف المدافعين، فيها كرة سريعة في الجهة اليمنى سوبيس قوية ولكن الكرة إلى خارج. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، عملها حلوة بالمسطرة والقلم بالسانتي على طول. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى، لاحظ. يا سلام يا سلام. ريكيلمي ميسي يلعب لك كره في مكان من الارجنتين ريرا، يا سلام الى اجويرو. هذه النقله، هذه الارجنتين دي ماريا يلعب لك كره قويه تقرب بني، لكن لاحظ عمل في شغل، يتلاعب كما يحلو له. مش ممكن مش معقول. توجع، مزعجه، مقلقه، وبالتالي الامور تسير 10 على 10. عديني، سلم لي، كلمني، اضرب لي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، عملها حلوة بالمسطرة والقلم بالسانتي على طول. لاحظ مرة أخرى. لاحظ. يا سلام يا سلام، جميلة رائعة جدا. المهم استمتع، خليني نتمتع. مش ممكن. طلعت يا الله يا حارس يا بديل، يا الله يا روجيرو خارج الملعب، يا جورجينيو الجديد، يا سلام. مرور انطلاقها من قوة من أثينا إلى الصين، تعود من جديد إلى بابلو زابالتا، كرة عرضية بينه بتحدي إلى ميسي، يرسل كرة بينية يا الله. أتى واحد في التصفيات، هاتفوت رافينها، البرازيل محاولة خطيرة ولكن الكرة بتحدي. دفاع بين من سيول ورونالدينيو يلعب لك كرة في مكان، الله. الكرة بتعود، رونالد
رونالدينيو في مكان البرازيل، ولكن الكرة أيضا بتتخلص. سرعة، رغبة، إصرار، خطفها روبينيو، خطفها روبينيو، عدى روبينيو، يا رب محاولة تكمل، يا الله هدف توب، هدف توب، هدف ينحط في اليوتيوب يا روبي. شوف 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 الإعادة، روعة 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 روعة، ياهي روعة ياهي روعة، ووو ووو، نار نار. نستمتع نستمتع، متعة ليست لي نهاية. يا روعة يا روعة يا وقف يا تاريخ، وقف يا تاريخ، سجل يا تاريخ، افرغ صفحاتك يا فهنا من سيعيد كتابة التاريخ من جديد. برازيلية للسامبا خلف المدافعين، فيها كرة سريعة في الجهة اليمنى، سكوبيس قوية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. معركة ولا تلك القصة، ريكيلمي تكمل، حرام ما تكمل. شو اللي سواه؟ شو اللي سواه؟ دوختني، جننتني، لا تخليني أكلم نفسي.